السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تيكا للفجار التقني. وأخيرا رجعت لليوتيوب بعد غيبة طويلة، كانت غيبة أسبوعين بعد ما خلصت امتحانات. كانت فترة صعبة جدا عليا إن أنا أقدر أقعد فيها على الإنترنت أصلا، وأقعد فيها على اللابتوب عشان أقدر أصور فيديوهات. كان الموضوع صعب جدا بالنسبة لي. وأخيرا أنا خلصت امتحانات، دلوقتي احنا يوم 22، بدأت من أسبوعين وخلصت، لسه مخلص يعني بقاليش 3 ساعات تقريبا بخلص امتحانات. وفي بعض حاجات كده عايز اقولها كتحديثات للقناة، هي هتظهر لوحدها في القناة كتحديثات. في الايديت هبدأ استخدم سوني فيجاس احسن من كامتازيا، يعني اكتر احترافية، وهبدأ استخدم بعض البرامج التانية، وهغير حاجات الثامبنيل وحاجات كتير ان شاء الله هتتغير عشان يخلي الفيديو اكتر متعة واكتر اثارة للناس. ويلا نبدأ. موضوع الحلقة بتاعت النهاردة بقى نخش فيها على طول، بتتكلم عن شركة إعلان. هي مش جديدة، هي قديمة، ولكن يعني آخر شرح ليها كان من سنتين أو من سنة على الأقل. فشركة إعلان دي عملت تحديث للسي بي ام، وعملت تحديث لحاجات كتير قوي فيها، حتى السايت بتاعها اتغير، وترتيب أليكسا بتاعها 44,000 برضو نزل بشكل كبير جدا. ده كان يعني في 100,000 تقريبا. آخر مرة كنت شفتها كانت من 5 شهور تقريبا، كانت في 100,000 لسه، دلوقتي بقت 44,000. معنى كده ان هي شركة اعلان عالية جدا، زائد ان احنا للاسف طبعا مفيش اللي هو اثباتات دفع للشركة، لان لسه داخل فيها والله النهاردة، وانا اصلا يعني مش مركز في حوار المدونة يعني. فانا بستخدمها بس ان انا اشرح عليها شركات اعلان. وما تقلقوش يا جماعة، كل شركات اعلان اللي انا بشرحها بيكون فيها اثباتات دفع، انا شفتها بعناية، فما تقلقوش من الموضوع ده. نخش هنا نشوف السيف بتاع الشركة اللي هو يعني الامان بتاعها. شيك ات ناو ونشوف. زي ما انتم شايفين هاي تراست ريت، يعني الشركة بقالها 15 سنة شغالة زي ما انتم شايفين، والفاليو بتاعها جميل جدا، يعني قيمة الويب سايت ده عالية جدا. فزي ما انتم شايفين فالشركة آمنة بشكل كبير جدا، فمتقلقوش على أرباحكم، فهي هتوصل لكم لحد البيبال بتاعكم، هي لأن طريقة دفع بيبال، وهنخش في الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي. فهنخش على التسجيل في الشركة على طول. اول حاجة هي ده اللي هو طريقة يعني الدخول على طول، لكن احنا عايزين نسجل فيها. تمام، ثواني. زي ما انتم شايفين هي دي الواجهة بتاعت الشركة، هنعمل sign up for free. تمام، هنا بيقول لك اعمل الايميل بتاعك، هتحط الايميل عادي جدا، وبعد كده تعمل جو. تمام، انا حطيت الايميل بتاعي قبل كده، بعد كده يطلب منك يعني، طب ثواني يعني نخش بأي ايميل وخلاص مثلا. ماشي، ده هيطلب مني تسجيل صحيح، مش مشكلة يا جماعة، يعني الموضوع سهل. عايز اخش بأي اكونت عندي مثلا، وثواني بقى افتح الجيميل، عشان تقريبا انا فاتح الجيميل بتاع الاكونت الاساسي بتاعي. زي ما انتم شايفين جالي الرسالة بتاعت الشركة، وهنعمل complete my application. تمام، بعد ما الصفحة هتفتح عادي جدا، فهتكتب هنا الفيرست نيم بتاعك، وهنا اللاست نيم، وهنا اليوزر نيم اللي انت عايزه، وهنا تحط الويب سايت بتاعك. طبعا بيقبل ووردبريس وبيقبل بلاجر عادي جدا جدا جدا، وكمان هو مخصص اصلا للموضوع ده، والباسورد وباسورد تاني. وبعد كده بتحط البيانات بتاعتك وتعمل سبميت، ومش هيطلب منك اي حاجة تانية. بس هي دي يعني ده التسجيل في الشركة ببساطة شديدة. بعد كده نعمل هنا بقى بابليشرز عشان نعمل ساين ان للشركة. ودلوقتي بعد ما فتحنا الصفحة نعمل هنا الايميل، هيطلب منك ايميل وباسورد، هتضغط تكتب هنا يعني الايميل وهنا الباسورد عادي، وبعد كده عايز تعلم على ده علم، وبعد كده اعمل لوجن. تمام، زي ما انتم شايفين الموضوع بسيط جدا وكل حاجة فيها واضحة. هنيجي هنا عند ادز ونضغط على جيت كود عشان نجيب الشفرة عشان نحط الاعلان يعني. فهتفتح لك الصفحه دي، وبعد كده هتضغط هنا جيت كود عشان تاخد الاعلان دون، ولكن الافضل انك تنزل وتشوف الاعلان بالحجم اللي انت عايزه. هنا يا جماعه في اضافه جميله جدا، في اعلانات للموبايل مخصصه للموبايل 320 في 50، يعني اعلان صغير كده ما بياخدش مكان، بيظهر في الموبايل فقط اعتقد يعني. هنا الليدر بورد عشان تحطها في بدايه المدونه، عندك هنا زي ما انت شايف اهو بيقول لك ادين كود في الووردبريس والبلاجر، يعني الاثنين موجودين. وهنا ممكن تحط الاعلان اللي انت عايزه، وده افضل اعلان هما يعني كاتبين ان ده افضل اعلان، ده المستحسن عندهم.
وهنا عندك اكتر من اعلان، ولكن مثلا انت مثلا عايز تجيب الاعلان ده او ده، هتضغط على جيت كود فقط، وبعد كده هتاخد الشفرة وتحطها عادي جدا في المدونة، وبعد كده هننزل في اي مكان انت عايزه وتعمل اضافة اداة و HTML جافا سكريبت وتحط الشفرة عادي جدا، وبعد كده تعمل حفظ تمام، وهتضغط على عرض المدونة. انا كنت حاططها قبل كده، ممكن تحط اكتر من 5 بانرات زي ما انت عايز. انا يعني الحاجات دي بنصحها للناس اللي ما عندهاش جوجل ادسنس، زي ما انتم شايفين عندي جوجل ادسنس، فادسنس ما بيحبش الشركات كتير يعني تكون في السايت اللي هو فيه يعني، فعشان كده فانا بحط ادسنس و ادز اللي هو اي ادز. الشركه دي كنت شرحتها قبل كده، شركه جميله جدا بفضلها لحد دلوقتي، ولكن بعض الشركات الجديده كده ما بتنزل فبحب انزلها. زي ما انتم شايفين هو ده البانر، هو تقريبا مش ظاهر بشكل كامل، ولكن هي شركه موثوق فيها، شركه جميله جدا، بتعمل اعلانات عن عربيات بي ام دبليو، عن اعلانات غاليه جدا، فالسي بي ام بتاعها بيتراوح بين $7 ل $15 واكتر كمان، يعني شركه عاليه جدا. طبعا دي للدول الاجنبيه، اما كدول عربيه فقيره زينا فبتبقى بتتراوح من $3 $2 كده زي ما انتم شايفين، طبعا لانها دول عربية، وده يعتبر سي بي ام كويس جدا للدول العربية يعني تمام. فكده احنا عرفنا ازاي بنحط الاعلانات. هنا الريبورتس، عشان تعرف الريبورتس بتاعتك، تعرف التقارير اللي انت عملتها يوميا، بتختار اليوم اللي انت عامله. طبعا عشان لسه عاملها النهارده فمفيش اي ريبورتات عندي. هنا الدومينز، عشان لو عايز تحط تقريبا، لو عايز تحط دومين تاني زي ما انت شايف هنا لسه بيندنج، ولكن زي ما انت شايفين الاعلان يعني ظهر عادي. وهنا اخر حاجة اوبتمايز، ده تقريبا بيعرفك حبة حاجات كده يعني، بيقولك مثلا انت عندك زوار يكفوا انك تحقق ارباح كويسة كده يعني، حبة اسئلة كده بيعملها لك وبيشرح لك حبة حاجات يعني مش لازمك. وهنا اخر حاجة في الادز الريفرال، هنا الريفرال يا جماعة لو عايز تاخد كود وتحطه عندك في المدونة، لو حد عايز يعني يسجل بعديك، فبياخد انت بتاخد 10% من الريفينيو بتاعه، فانت هنا بيقول لك يعني خد الكود اللي انت عايزه وبتعمل جيت كود، بعد كده بتحطه فيه الموضوع اللي انت نشره عندك في المدونة تمام. وبس يعني، هي دي كانت الشركة ببساطة، وكانت شركة جميلة جدا، يا رب بتستفيدوا منها. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك في قناة مستر بوم تك. يا جماعة اشتركوا في القناة، لان خلاص الايام قربت جدا ان انا هقعد انزل ان شاء الله كل يوم تقريبا حلقة. في الايام الجاية ان شاء الله هقعد انزل كل يوم حلقة عن شركة اعلان جديدة وعن حاجات كتير ان شاء الله تعجبكم، زائد ان انا جبت تليفون جديد، فان شاء الله هنعمل حلقات كتير وان شاء الله جديدة برضو، وتطبيقات جديدة للاندرويد. وكان معكم مصطفى من قناة مستر بوم تك، في امان الله.